بالنسبه نمشيو نتفادى لي زاكاديمي لي كانت الجامعه باش تعرف بان الاكاديميه محمد السادس نجحت وبعديك يعني حتى الجامعه الان ماشيه في هذا الاتجاه هذا راه فتحت واحد اكاديمي في السعيديه نعم يعني غترجع يرجعوا هاد لي اكاديمي في ريجيونال في جميع الجهات كاينه في السعيديه راه بدات العام اللي فات هذا العام الثاني وكاينه وحده كانت غتفتح هذا العام ديال بني ملال ان شاء الله العام الجاي غادي تفتح نعم. وباقي غادي يداروا في جميع المناطق يعني نعم. باش تعرف التجربه ديال الاكاديمي نجحت يعني احنا شنقولوا اللاعب المغربي يعني في هذه الفئات الصغرى يعني من 6 سنين 13 عام من الناحيه التقنيه في مستوى الكبير في نعم. العالم كامل ماشي نعم. يعني اللي عندنا احنا في المغرب نعم. يعني خصك غير كيفاش تقلهم نعم. دابا الصراحه بالقجاع وبهذه اداره يعني تقنيه ماشي بواحد الخدمه يعني رجعوا دابا احنا يعني كيقرا نعم. يعني دابا رجعت الكره ما بقاش حنا نقولوا قديم كان كتلعب كره كتجبر كره ما كيمشيش دابا يمكن لك تساوي بيناتهم نعم. تقرا وتلعب الكره نعم. وهذاك الشيء اللي غادي نبيه وان شاء الله راه يعطي نتائج نعم. كبيره.